يا مساء الخير على كل مشاهدي قنوات اون تايم سبورتس في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده من برنامج اخبار اون تايم، وان شاء الله تكون حلقه مميزه، اخبار جديده وحصريه ولقطات مختلفه اكيد هنتابعها مع حضراتكم. كمان هناخد جوله في الصحف العالميه وهنتابع كمان اهم وابرز الكواليس في عالم الرياضه، وده من خلال اخبارنا الخاصه. وزي ما احنا متعودين ان شعارنا دايما بيقول ان كل شعوب العالم بتختلف في لغتها وكمان في عاداتها وفي تقاليدها، لكن حاجه واحده دايما هي اللي بتجمعنا اكيد هي الكوره. وهنبتدي معاكم دلوقتي مع اهم وابرز العناوين. اليوم منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لمواجهه غينيا. الاهلي ينفي وصول اي عروض رسميه لضم ديانج. فيريرا يحسم موقف الزمالك من التعاقد مع لاعب وادي دجله. وعالميا اتجاه في باريس سان جيرمان لإقالة بوتشيتينو. ومن العناوين نروح معاكم سريعا لأهم تفاصيل أخبارنا المحلية. هنبدأ من عند منتخبنا الوطني، وهيختتم منتخبنا الوطني بقيادة كابتن إيهاب جلال مساء اليوم تدريباته استعدادا أكيد لمواجهة منتخب غينيا بكرة إن شاء الله في افتتاح مشوار المنتخبين في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023. حدد كابتن إيهاب جلال الساعة 7 مساء ميعاد لتمرين منتخب مصر الأخير في استاد القاهرة قبل مواجهة بكرة يوم الأحد إن شاء الله، وكمان هيتمرن منتخب غينيا الساعة 9 مساء على نفس الملعب. هيعقد اليوم كابتن إيهاب جلال مؤتمر صحفي في استاد القاهرة عشان يتكلم عن مباراة غينيا ومدى أهميتها للفراعنة في مشوار التأهل لكان 2023 في الكوت ديفوار. كمان بيرفض كابتن إيهاب جلال المجازفة بالثنائي عمرو السلية ومحمد عبد المنعم ثنائي النادي الأهلي في مباراة غينيا، خصوصا طبعا وإن الثنائي بيخضعوا دلوقتي لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفراعنة. كمان حرص عصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب مصر إن هو يجهز محمد أبو جبل عشان يكون متواجد في التشكيل الأساسي للفراعنة قصاد غينيا بعد تعرض محمد الشناوي للإصابة بفيروس كورونا. ومن اخبار منتخبنا الوطني الاول نروح معاكم لاخبار النادي الاهلي. استقرار الجهاز الفني بقياده بيتسو موسيماني ان هو يعتمد على كريم فؤاد في الناحيه اليمين للفريق خلال المباريات اللي جايه دي بدل محمد هاني بعد ما تراجع مستواه خلال الفتره الاخيره، وخايف اكيد موسيماني من فقدان محمد هاني للثقه بسبب الانتقادات اللي بيتعرض ليها خلال الايام اللي فاتت، وده اللي خلاه هو يفكر ان هو يعتمد على كريم فؤاد لحد ما يستعيد محمد هاني مستواه مره ثانيه. كمان نفى امير توفيق مدير لجنه التعاقدات في النادي الاهلي الاخبار اللي اتقالت عن رغبه نادي الميريا الاسباني ان هو يضم لاعب الوسط المالي اليو ديانج خلال فتره الانتقالات الصيفيه اللي جايه، وده بعد ما تاهل الفريق الاسباني للدوري الممتاز. بيسعى اكيد للتعاقد دلوقتي مع صفقات قويه عشان يدعم صفوف فريقه، وقال امير توفيق ان كل اللي بيتم تداوله بشان تلقي النادي الاهلي عرض من فريق الميريا فهو غير صحيح بالمره، وقال كمان ان النادي الاهلي لم يتلقى اي عروض اوروبيه في الفتره الحاليه بشكل رسمي عشان يضم ديانج،
ومن الوارد وصول أي عرض خلال الأيام اللي جاية، خصوصا مع انطلاق الميركاتو الصيفي. كمان طلب الجهاز الفني من ميشيل يانكن مدرب حراس المرمى أن هو يجهز علي لطفي الحارس البديل عشان يشارك أساسي في مباريات النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية دي، في ظل إصابة محمد الشناوي بفيروس كورونا وخضوعه لعزل طبي طبعا بعد رجوع الفريق من المغرب صباح يوم الثلاثاء اللي فات. وبيستعد النادي الأهلي أن هو يواجه المصري بورسعيدي في السلوم يوم الحد 12 يونيو الجاري في استاد الأهلي والسلام، ضمن منافسات المصري السلوم في كاس مصر، ضمن منافسات دور ال 32 لبطولة كاس مصر 2021-2022. وبيخشى الجهاز الفني استمرار إصابة الشناوي لفترة في ظل خوض الفريق للعديد من المباريات الحاسمة من بطولة الدوري ممتاز، وده طبعا كمان في كاس مصر في النسختين الحالية والماضية واللي لم تنتهي حتى الآن. نطلع دلوقتي مع حضراتكم سريعا لفاصل ونرجع ونكمل معاكم بقية فقراتنا هنا في أخبار أون تايم، خليكم معنا. رجعنا سريعا، لسه مكملين مع حضراتكم فقراتنا هنا في أخبار أون تايم، ومعنا دلوقتي عبر الهاتف كابتن حمادة طلبة نجم المنتخب الوطني السابق معنا على التليفون. يا مساء الفل عليك. مساء الفل، ازيك يا شيماء؟ عامله اكيد منورنا هنا في أخبار أون تايم، واكيد طبعا سعيده بوجودك معانا النهارده. ربنا يخليك يا شيماء، ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. اللي انا معاكي طمنا عليك. جدا اللي انا معاك والله. الله يخليك. بسم الله ما شاء الله، مسمع جدا وربنا. الله يخليك يا كابتن حماده. اكيد لقاء مهم جدا لمنتخبنا الوطني الاول بكره قصاد منتخب غينيا، ويمكن ده اللقاء الرسمي الاول لكابتن ايهاب جلال. شايف اللقاء ده هيكون عامل ازاي؟ اول مباراه دي هتكون عامله ازاي من وجهه نظرك الفنيه؟ اول حاجه طبعا بقول للكابتن ايهاب وجهازه بالتوفيق ان شاء الله. بداية إن شاء الله موفقة بإذن الله، وربنا يوفقكم إن شاء الله في اللي جاي. وكلنا عاوزين نساند الكابتن إيهاب. الكابتن إيهاب مدرب كبير ومدرب ما شاء الله كل الفرق اللي مسكها عمل معانا نتائج كويسة. طبعا ويمكن لما بنتكلم مع أي لاعب في الدوري المصري ممتاز يعني سبق ودربه قبل كده إيهاب جلال، بيقول إن اللاعب إن المدرب ده يعني عنده فكر مختلف في التدريب. اكيد طبعا، احنا كنا بنطالب ان احنا يبقى عندنا مدرب بيهاجم ومدرب بيمتع الجمهور ومدرب مش عارف ايه زي الكلام اللي كان بيتقال. الوقت الحمد لله احنا عندنا مدرب بالمواصفات ديت ومدرب كويس ودرب لعيبه كتير واختياره ما شاء الله في اللعيبه اختيار كويس. صحيح. اختار من جميع الانديه، مش اهلي وزمالك بس، مش اهلي وزمالك بس اللي اختار منهم. لا، انا شايف ان الكابتن ايهاب ان شاء الله باذن الله قادر لو يعمل حاجه مع منتخب مصر، بس مش هيجي بالكلام بس يا شيما، لازم الناس كلها تساعده، لازم الاعلام يساعده، لازم اي النهارده اي برنامج مش من مع اول مباراه الناس تنتقده ديت. بالعكس، هو لسه هيعرف الناس كويس ولسه هيحفظ شغله كويس. أكيد. اتمنى له طبعا التوفيق باذن الله، وهي بدايه موفقه وحق. والميزه الحلوه اللي انت المباراه الاولى اللي هي تلعب في مصر بالنسبه له طبعاً. لازم الجمهور ان شاء الله يبقى في عدد من الجمهور والناس كلها تساعده باذن الله. اكيد. طيب خليني اسالك كده من وجهه نظرك فنيا، كابتن ايهاب جلال يكمل بقى على اللي كان بنيه كارلوس كيروش مع منتخبنا الوطني الاول، ولا شايف ان هو هد كل ده ويبتدي يعني بشكل مختلف لمنتخبنا الوطني الاول في لقاء بكره؟ بصي، هو كل مدرب وليه فكره وكل مدرب وليه شكل. لا، الكابتن ايهاب هيبقى شكل مختلف، هيبقى هيقدم مباراه ان شاء الله مباراه كبيره باذن الله بفكره. زي ما تقول الكابتن ايهاب طول الوقت هتلاقي الكره الممتعه، الكره اللي هي الجمهور بيحبها. طول الوقت هتلاقي الطرفين دول فاتحين بشكل كبير جدا، الباكين طايرين. لا، بيحب يحضر من تحت. صحيح. بطريقه كويسه. بس اتمنى اللي هو كابتن ايهاب مش من اول مباراه اللي انت تبدا تحضر تبدا الكلام دوت. ليه؟ النهارده اللعيبه لسه مش حافظه الشغل بتاع الكابتن ايهاب. بعض اللعيبه اللي كانت موجوده معاه في برامج هم اللي عايشين اللحظه معاه وعايشين الوقت معاه في اللحظه ديت. اتمنى اللي هو يشتغل. انت عارف اللي بيبقى المنتخب فتره قليله جدا الفتره اللي احنا فيها ديت 15 يوم ولا 20 يوم. صحيح. عشان يحفظ اللعيبه بيبقى في صعوبه شويه. ان شاء الله باذن الله قادر اللي هو يعمل معسكرات ثانيه باذن الله ويحفظ اللعيبه، بس ان شاء الله نعدي المباراه ديت. هيبقى عندنا مباراه صعبه جدا، مباراه اثيوبيا ان شاء الله باذن الله. انا متفائل خير بالكابتن ايهاب، بس مش هيجي الكلام ده. خلي بالك كمان يا كابتن حماده، لو بنتكلم عن جمهور الكره المصريه ففي حاله احباط كده بشكل عام، يمكن من شهر 2 اللي فات من ساعه خسارتنا لامم افريقيا، وبعدين خساره كمان النادي الاهلي في النهائي من كام يوم، قبلها برضو خساره محمد صلاح للدوري الانجليزي، وبعدها كمان لنهائي الشامبيونز ليج، ففي حاله كده من الاحباط الكروي بالنسبه للشارع المصري يعني اللي بيحب الكوره.
بالفعل انا معاك في الكلام اللي انت تتوقع بتقوله ان طبعا. ده ممكن يتغير مع كابتن ايهاب جلال بقى في اللقاءات القادمه لمنتخبنا الوطني الاول؟ بص يا شيماء، عشان نتكلم بقى في كل الكلام اللي انت قلتيه دوت، انا معاك في كل اللي انت بتقوليه. سنه بصراحه سنه استثنائيه، يا رب سنه ناسي خالص. محمد صلاح خسر كام نهائي، محمد صلاح كل النهائيات اللي كان فيها ما كانش موفق، بس ربنا عوضه خير اللي هو اخذ احسن لعيب في صحيح ويستحق، يعني دي حاجه الحمد لله كويسه. النادي الاهلي بيطلع من بطوله كانت مهمه بالنسبه له. لا السنه دي سنه بصراحه سنه كبيسه جدا على الكره المصريه. صحيح. بس انا برضو في عوامل اللي النهارده اللي احنا بنلعب من غير جمهور. انا شايف النادي الاهلي لو كان العدد الجماهيري هنا كان بالنسبه له كتير، كان هيبقى الضغط الجماهيري هناك، هيقدر اللعيبه تلعب، اللعيبه تأدي بشكل كويس. في لعيبه ما بتحبش تلعب تحت ضغط جمهور. اتمنى الفتره اللي جايه الاتحاد الكره لازم يدرس الكلام دوت، لازم الناس، لازم اللي احنا الفرق بتاعتنا يعني زي بيراميدز، زي النادي المصري، زي الناس اللي لعبت افريقيا والزمالك، لازم يبقى في ضغط جماهيري هنا عشان الفرق اللي تيجي تلعبك. صحيح. بيبقى عليها الضغط الجماهيري قوي. صحيح. احنا شفنا تحرك كبير من رابطه الانديه، يمكن دلوقتي او بكره ان شاء الله هيكون في اكتر من 40,000 مشجع مصري موجودين في الاستاد، وده اكيد هيفرق وهيكون عامل ايجابي بالنسبه لمنتخبنا الوطني الاول. فكره المسانده الجماهيريه اللي بنفتقدها كتير جدا اكيد هتفرق ان شاء الله في مشوار منتخبنا الوطني ان شاء الله. ان شاء الله اتمنى ان شاء الله يكون الجمهور حاضر بشكل كبير جدا ويحفز اللعيبه من اول دقيقه. ده هيفرق مع اللعيبه بشكل كبير جدا باذن الله، وربنا يوفق الكابتن اهاب بدايه خير ليه ان شاء الله، وعاوزين ننسى السنه ديت والكابتن اهاب يمتعنا بالكره بتاعته الجميله ان شاء الله، بمنتخبنا معاه عناصر كويسه جدا ومعاه لعيبه صغيره كتير، مختار لعيبه صغيره كتير. اتمنى لهم طبعا التوفيق باذن الله، واحنا ورا الكابتن اهاب ولازم نسانده ونحفزه ان شاء الله باذن الله. اكيد. انتوا بتطلبوا المدرب المصري يكون موجود، احنا معانا مدرب على اعلى مستوى، مدرب موجود معاه جهاز محترم، هو اللي اختار الجهاز مفيش حد اختار. صحيح. طب ده برضو ياخدني لسؤال، يعني رجوع محمد ابراهيم شفته ازاي؟ هو طبعا كان زميلك في الزمالك. محمد ابراهيم لعيب كبير خالص، انا لعبت معاه على مستوى الشخصي، انا لعبت معاه، محمد ابراهيم لعيب كبير وظلم نفسه بشكل كبير جدا. يعني ايه ظلم نفسه؟ شفته ظلم نفسه ازاي؟ ظلم نفسه اللي هو محمد ابراهيم كان في حته تانية خالص. محمد ابراهيم كان في المنتخب بتاعه كان نمره واحد في المنتخب. النهارده اللعيب لازم يكون ذكي. في لعيبه كتير مش محمد ابراهيم بس، لعيبه كتير ظلمه نفسها. اتمنى ان انت تبقى في حته تانية. شايفين النهارده مثال محمد صلاح، شايفين ان شاء الله تريزيجيه، ماشي نني، عايزين يبقى عندنا لعيبه محترفه كتير بتأدي في الدوريات كلها، هيعمل منتخب قوي. النهارده مش كل الاحتراف بتاعك يبقى اللي انت جايبه في مصر كل احتراف فراوده، بيأثر على منتخب مصر طبعا. الاجانب، انا بتكلم عن اللعيبه الاجانب طبعا. مش كل اللعيبه الاجانب تيجي فراوده، لا انت النهارده مش عارف تلعب يبقى عندك فروه لمنتخب مصر حقيقي. دي كارثه، ودي ازمه بنعاني منها بقالنا سنين. اتمنى ان شاء الله الناس ما يخليش المحترفين اللي يجي يبقى في اماكن معينه، مش ما فيش النهارده استراكر بتاع منتخب مصر النهارده الراجل الهداف زي عمرو زكي، زي عماد متعب. صحيح. زي الناس اللي موجوده دي، المكان ده بقى فيه ندره في الدوري المصري. اتمنى ان شاء الله باذن الله محمد ابراهيم يرجع لمستواه، وهو ان شاء الله ما شاء الله عامل موسم كبير جدا، ودي بدايتك يا محمد ابراهيم، ولازم تحافظ على النقطه دي بشكل كبير جدا. وديت الكابتن اهاب هيرجعك يعني ان شاء الله تأدي بشكل كويس وتفرح الشعب المصري باذن الله، زي ما كنت بتفرحه في المنتخب وانت كنت صغير وكان مكسر الدنيا. صحيح. في المنتخب والناس كلها كانت بتشيد فيه. صحيح. اتمنى ان شاء الله التوفيق باذن الله. اكيد. طيب الجبهه اليسرى، يعني دلوقتي في اتجاه كبير ان كريم حافظ هو اللي يكون موجود فيه بدل فتوح، لان هو عنده اصابه، انت شايف ده ازاي؟ ربنا اول حاجه طبعا ربنا يشفي فتوح يا يعني رب، اتمنى له الشفاء ان شاء الله باذن الله. انا شايف كريم لعيب بقاله فتره كبيره محترف، ولاعيب بيأدي بشكل كويس في الانديه اللي بيروحها، بس ان شاء الله باذن الله. هو طبعا بعيد بقى له فتره عن منتخب مصر. صحيح. كنت اتمنى اللي يكون في المكان ده لعيب خبره، لعيب كان رجله موجوده مع المنتخب الفتره اللي فاتت، وهو كان اقرب واحد انا شايفه من وجهه نظري ايمن اشرف يكون موجود. ايمن اشرف في الحته دي، في الحته دي يكون موجود، وجنبه كريم حافظ. بس هو كريم برده لعيب كبير ولعب معانا، وانا لعبت معاه على المستوى الشخصي، لعبت معاه برده، لا هو لعيب كبير. اتمنى له بس ان شاء الله، ما انا اللي بكلمك بقى في الحته اللي هي الضغط الجماهيري. يا رب بس يكون ان شاء الله الضغط الجماهيري عليه ما يكونش يطلعه بره المباراه. واتمنى ان شاء الله باذن الله اللعيبه تسانده باذن الله. طبعا الحمد لله معانا محمد صلاح راجع. صحيح. بجائزه كويسه ان شاء الله، يقدر يفرح الشعب المصري ويثبت للناس اللي احنا عندنا قيمه يا جماعه لازم نحافظ عليها، هو محمد صلاح. اكيد. قيمه كبيره جدا طبعا، اقسم بالله. طبعا. ادى للناس كلها حافز، وادى للناس كلها امل، ان يعني من حقك انك يكون عندك طموح كبير، ومهما كان طموحك قد ايه انت ممكن توصل له. يعني
الناس كلها بتقابله في انجلترا والناس ما قابلينه المره اللي فاتت ازاي ومش اخدين البطوله. نفسي الشعب المصري كنا احنا نقابله بشكل كويس. احنا عارفين ان الشعب المصري كله بيحب محمد صلاح. القله ديت اللي هي بتهاجم محمد صلاح اتمنى ان انا ما اشوفش دوت. محمد صلاح انا حاسس من حواره والكلام ده اللي هو نفسيته زعلان ومتضايق والكلام ده، بس محمد صلاح لعيب كبير ان شاء الله يطلع من اللي هو فيه ده باذن الله طبعاً. وان شاء الله نسنده، وانا متفائل بمحمد صلاح باذن الله الفتره اللي جايه بامر الله. كابتن حماده طلبه نجم منتخبنا الوطني السابق اكيد نورتنا النهارده في اخبار اون تايم، بشكرك جدا على وقتك معانا. وهنروح دلوقتي معاكم من اخبار منتخبنا واخبار النادي الاهلي لاخبار نادي الزمالك. ورحبت اداره الكوره ان هي تعير حسام اشرف لاعب فريق الشباب واللي شهد عده مشاركات مع الفريق الاول في الموسم اللي فات تحت قياده الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق لنادي الزمالك. وجه قرار نادي الزمالك بعد ما فشل اللاعب ان هو يقنع البرتغالي جوزوالدو فيريرا المدير الفني الحالي للفريق بامكانياته بخلاف تعرضه للايقاف لمده 3 شهور في بدايه الموسم كعقوبه من الفيفا بعد توقيعه لنادي الزمالك وكمان لأكاديمية كاميرونية، وهي طبعا نفس الأزمة اللي تسببت في منع نادي الزمالك من القيد لفترتين الموسم الحالي. وكمان بلغت إدارة نادي الزمالك حسام أشرف بالموافقة على إعارته للموسم اللي جاي لأي نادي في الدوري المصري ممتاز عشان يكتسب الخبرات اللازمة وكمان يثبت إمكانياته مع نادي تاني في ظل صعوبة حصوله على فرصة في الفترة الحالية. كمان عرض واحد من وكلاء اللاعبين على مسؤولين نادي الزمالك فكره التعاقد مع محمود غالي لاعب وسط فريق وادي دجله واللي بيشارك في الموسم الحالي في بطوله دوري القسم الثاني، ولكن ظهر اللاعب بمستوى كويس جدا وده خلاه اكيد محطه انظار العديد من الانديه في الدوري الممتاز بالرغم من فشل وادي دجله ان هو يتاهل للدوري الممتاز. المنتظر بقى انه يدرس مسؤولين نادي الزمالك امكانيه التعاقد مع اللاعب في حاله التاكد من قدرته ان هو يلبس تيشيرت نادي الزمالك، خصوصا ان اللاعب بيلعب في مركز الوسط المدافع والمهاجم وقدم كمان موسم أكتر من رائع مع وادي دجلة وانضم لصفوف منتخب الشباب في أكتر من مناسبة. ومن المنتظر أنه يحسم فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك الموقف النهائي والأخير من التعاقد مع لاعب وادي دجلة. كمان انطلق معسكر فريق سيراميكا كليوباترا بقيادة كابتن أحمد سامي واللي بيقود الفريق في برج العرب في اسكندرية وبينتهي يوم 9 يونيو الجاري قبل ما يستأنف مباريات الدوري واللي هيتم ضغطها لغاية نهاية المسابقة لغاية يوم 31 أغسطس. بيخوض الجهاز الفني المعسكر المغلق في برج العرب عشان يستغل التوقف الدولي الحالي في تعديل خطط وواجبات بعض اللعيبة وفقا للاحتياجات الفنية للفريق. هيجهز الجهاز الفني للفريق اللعيبة بالشكل الأمثل وكمان هيستغل الفترة دي عشان ينفذ أفكاره الفنية المختلفة واللي كان من الصعب أن هو يطبقها وسط تعاقب المباريات. وبكده بتكون خلصت أخبارنا المحلية. نطلع دلوقتي مع حضراتكم سريعا لفاصل ونرجع ونكمل بعد كده معاكم بقية فقراتنا هنا في أخبار أون تايم، خليكم معنا. برحب بكل مشاهدينا مرة تانية، ودلوقتي جه معادنا مع حضراتكم فقرة الكرة العالمية. هنبدأ مع مواعيد مباريات النهارده من دوري الأمم الأوروبية في الجولة الأولى. المجر وإنجلترا على لقاء الساعة 6 مساء، وفنلندا والبوسنة والهرسك في نفس التوقيت الساعة 6 مساء، ليتوانيا ولوكسمبورغ الساعة 6 مساء، وإيطاليا مع ألمانيا الساعة 8:45، والجبل الأسود مع رومانيا، تنزانيا الساعة 6، وغامبيا مع جنوب السودان الساعة 6، الكاميرون مع كينيا الساعة 6، والسنغال مع بنين الساعة 9، والجزائر مع أوغندا الساعة 9.
ونروح بقى لأخبارنا العالمية. وإدارة نادي ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز أخذت قرار مهم جدا بشأن صفقة لاعب وسط موناكو تشواميني في الميركاتو الصيفي اللي جاي. وبحسب طبعا تقارير إسبانية، ريال مدريد قرر أنه ما يدخلش في أي مزاد عشان يضم تشواميني في الصيف، بعد طبعا دخول باريس سان جيرمان وليفربول في مفاوضات مع موناكو. وده طبعا اتغير للأصعب بالنسبة لنادي ريال مدريد، أن نادي الأسباني كان عرض 60 مليون يورو عشان يضم تشواميني، وكمان حاطط باريس سان جيرمان مبلغ 100 مليون يورو على الطاوله عشان يحسم الصفقه دي لصالحه. واكدت تقارير صحفيه ان مدرب ليفربول يورجن كلوب سافر لفرنسا عشان يحسم صفقه تشواميني لليفربول، لكن بيريز اخذ قرار خلاص ان هو مش هيدخل في اي مزاد، وهيفضل برضه على نفس العرض اللي هو مقدمه اللي هو 60 مليون يورو ومش هيزيد عن ده. وطبعا هو معتمد اكتر على رغبه اللاعب الفرنسي اللي من المتوقع ان هو هيحسم موقفه في الايام اللي جايه. كمان كشفت تقارير صحفية ان في اتجاه جوه نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ان هم يطيحوا بالمدير الفني للفريق موريسيو بوتشيتينو من منصبه في الفترة اللي جاية دي، وده طبعا اللي قاله الصحفي الشهير فابريزيو رومانو. وكمان وضح ان في حاجة لاجتماع اخر لاتخاذ قرار رسمي وهيعقد بمجرد رجوع رئيس النادي ناصر الخليفي. ودي كانت ابرز واهم اخبارنا النهاردة. دلوقتي بقى هنروح معاكم لجولة سريعة في الصحف العالمية وفقرة أخبار العالم. هنبدأ جولتنا من الصحف الأسبانية وصحيفة ماركا، واللي ركزت على تأهل الأسباني رافائيل نادال لنهائي بطولة رولان جاروس للتنس بعد انسحاب المنافس بتاعه الألماني زفرف في نص نهائي البطولة بعد الإصابة، وكتبت الفوز الأكثر إلاما. كمان اتكلمت عن تطورات سعي ريال مدريد عشان يتعاقدوا مع الفرنسي تشواميني، وكتبت تشواميني الحد الأقصى 48 ساعة. كمان اهتمت برضو بفوز منتخب أسبانيا تحت 21 سنة 6-0 على منتخب أيرلندا الشمالية، وكتبت منتخب إسبانيا يدمر أيرلندا. كمان صحيفة سبورت ركزت على تقديم القميص الجديد لبرشلونة وكتبت قميص الحلم. كمان اتكلمت برضو عن فوز برشلونة في نص نهائي الدوري الأسباني لكرة السلة في أول لقاء من سلسلة 5 لقاءات. الصحيفة برضو اهتمت بتأهل رافائيل نادال لنهائي بطولة رولان جاروس للتنس على حساب الألماني زافرف، وكتبت إلى النهائي. صحيفة الموندو ديبورتيفو ركزت برضو على تأهل رافائيل نادال لنهائي بطولة رولان جاروس للتنس بعد إصابة الألماني زافرف، وكتبت إلى النهائي. وكمان اتكلمت عن القميص الجديد لبرشلونة وكتبت ألوان الزهور مرة أخرى. نروح بقى معاكم للصحف البريطانية وصحيفة دسان اللي ركزت على لقاء منتخب المجر ومنتخب انجلترا في دوري الأمم الأوروبية، وكتبت يمكننا رؤيتك تقوم بالتسجيل، وجار ساوثجيت مندهش من أن أكثر من 30 ألف مشجع هيحضروا مباراة انجلترا خلف الأبواب المغلقة في بودابست. وكمان اهتمت برضو الصحيفة بالويلزي جارد بيل نجم ريال مدريد واللي انتهى عقده وبيستعد أن هو يقود منتخب بلاده قصاد أوكرانيا لتأهل لكأس العالم قطر 2022. نروح معاكم للصحف الفرنسيه وصحيفه لوكيب الفرنسيه ركزت على اصابه الالماني زافرف في نهائي بطوله رولان جاروس التنس قصاد نادال، وكتبت قاسيه. كمان اهتمت بهزيمه المنتخب الفرنسي 2-1 قصاد منتخب الدنمارك في دوري الامم الاوروبيه، وكتبت انها الفوضى. نروح بقى للصحف الايطاليه وصحيفة لاجازيتا ديلا سبورت، واللي ركزت على انتر ميلان وسوء الانتقالات، وكتبت خيال انتر ميلان اخذ مختريان وحاليا ديبالا. كمان الصحيفة اهتمت بلقاء المنتخب الايطالي قصاد منتخب المانيا في دوري الامم الاوروبية، وكتبت مانشيني هنا اعيد بناء منتخب ايطاليا بقيادة تونالي. ونطلع دلوقتي معاكم سريعا للفاصل، نرجع من الفاصل ونكمل معاكم بقية فقراتنا هنا في اخبار اون تايم، خليكم معانا. برحب بكل مشاهدينا مرة تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع حضراتكم آخر فقرة لينا إن شاء الله هتكون فقرة وان شوت. وانشط بقى النهاردة بعيدة يعني بشكل كبير عن كرة القدم، وتحديدا من عند لعبة التنس، وأكيد كل عشاق ومحبين لعبة التنس تابعوا امبارح مباراة نص نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، أكيد واحدة من أهم بطولات التنس الكبار. المباراة دي بقى كانت ما بين اللاعب الأسباني الأسطورة أكيد رافائيل نادال والألماني ألكسندر زافرف. زافرف امبارح اتعرض لإصابة قوية جدا خلال المباراة، واضطر إن هو ينسحب بعد إصابته بالتواء في الكاحل، وده طبعا أجبره إن هو يسيب ملعب اللقاء ويعلن انسحابه عشان
يتأهل المتدور للمباراة النهائية. لحظة بقى سقوطه على الأرض وصراخه يعني في الحقيقة أفزعت كل الناس اللي كانوا موجودين، كل الجماهير اللي كانت موجودة، وكمان كل اللي كانوا بيتفرجوا عليه عبر شاشات التلفزيون. على الفور لقينا بسرعة نضال بيجري عليه، بيجري ناحية زميله عشان يطمن عليه ويؤازره، حتى ان هو قال بعد المباراة دي انها كانت مباراة صعبة جدا استمرت لأكتر من 3 ساعات لغاية لحظة إصابة زميله، وكمان قال ان زفرف قدم مسابقة لا تصدق، وكمان قال ان هو اعرف جيدا وهو قاتل قد ايه من اجل الفوز لكن لم يكن محظوظا، وحزين جدا لاجله واتمنى ليه ان هو يتعافى سريعا. نضال كمان يعني اكيد بيواصل تألقه، كمان بيوصل للدنيا كلها وللعالم كله بيثبت قد ايه ان الاساس في اي رياضه الروح الرياضيه، ودي اهم من اي فوز او اي انتصار او اي بطوله. وبكده بقى بتكون خلصت النهارده حلقتنا من اخبار اون تايم. بشكركم جدا على حسن المتابعه والى لقاء اخر.